سيادة السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية في موريتانيا الشقيقة. سيادة السفير مساء الفل على حضرتك. مساء النور والجمال. ازي حضرتك كله تمام؟ الحمد لله. طب طمنا على البعثة المصرية. والله البعثة المصرية بخير يعني الحمد لله، العلاقات متميزة مع المسؤولين وكانوا متعاونين جدا، استقبلناهم كلهم في كل البعثة في إطار كبار الثوار وضباط الجوازات، عدد منهم أنجز وخرطنا في وقت وجيز. كان عندي طقم تاني برضه على الإقامة، كل الطقم تحت مهمة في العاصمة ويابا بعض الدايم هناك جيدة جدا، وفي كان مرافقة حرس فالدنيا أمان وبخير. طب سيادة السفير، هل فعلا في موريتانيا الناس زعلانين لعدم وجود محمد صلاح كنجم عالمي؟ والله هو فعلا كانوا متشوقين ان هم يشوفوه وياخدوا صور معاه ويشوفوا طبعا ماتش لايف، ولكن معلش بقى مرة ثانية ان شاء الله فرصة ثانية تتاح. لكن اطمنك ان الاستاد هيبقى تقريبا يعني بالكامل يعني مشحون جدا، يعني بالرغم من ذلك برضو كله جاي متشوق يتفرج على ماتش مصر وموريتانيا. الشعب الموريتاني بيعشق كرة القدم؟ الشعب الموريتاني بيعشق كرة القدم، ويعني مؤخرا يعني بقى له كام سنة بيطور من نفسه، فبدأ يعني يبقى في اهتمام كبير بالكورة. الملعب ليه ملعب نجيل صناعي بس؟ يعني موريتانيا عندها قدرات طبعا وتقدر ملعب، هو الملعب الاكبر والمسموح به في موريتانيا لاستقبال المباريات هو ملعب نجيل صناعي. هو ده يعني المتاح حاليا، هم بيطوروا من نفسهم، لكن هو ده المعتمد حاليا لاقامه الماتشات. واكيد يعني هم بيستقبلوا من هم عاملين ملعب ثانيه وافضل. طيب الجو في موريتانيا ازاي؟ نسب الرطوبه، درجه الحراره؟ بص اعتقد يعني هي هو الماتش هيتلعب عامه الساعه 4 بعد الظهر في موريتانيا، يعني 7 بتوقيت مصر. النهارده انا حضرت التمرين وكان الجو يعتبر معقول، في شويه رطوبه ولكن اعتقد محتمله يعني، واتمنى بكره ان شاء الله يبقى الجو برضه الرطوبه مش عاليه جدا عشان يعني يلعبوا يعني بسلاسه يعني. سيادة السفير خالد يوسف سفير مصر في موريتانيا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا على التليفون، شكرا جزيلا، ونتمنى لك دايما التوفيق باذن الله.